هذه الجبال هي رأس الخيمة. هذا وادي شحة. هذا طريق لسيل شحة. الشتاء فرق، مكان أخضر، تريح الشتاء والأمطار والخير. هذا جبل جيس. هذا هنا المدخل لوادي أو سل شحة وتكملة الطريق للأعلى. هذا كله من بعد السد. هذا السد، هذا وادي شحة. الآن السيارة توصل وراء السد، ولكن بعد المطر اخترب الشارع. هذا السد من الخلف، هنا مكان تجمع الماي. هذا السد من فوق. هاي الجهة الثانية من السد. هذا السد